جربت فك الشفرة بهالرسائل بأكثر من طريقة، أحبس ما قدرت أوصل لشي. طبيعي، لأنه هاي الرسائل بتحسها اعتباطية وعشوائية، وشكله القاتل بس بده يضللنا. لا صحيح ما فيها شفرة، بس مفيدة إلنا. إحنا غلطنا لما فكرنا هالرسائل رح توصلنا للقاتل أو رح توصلنا للضحية التالية. طيب وبشو رح تفيدنا؟ القاتل عم يخبرنا إنه هو عم يرتكب هالجرائم لسبب، والرسائل مكتوبة بأكثر من أسلوب. يعني إذا قلنا هاي الرسائل مفترضة على لسان عامر أو القاتل، فمعناها اكتشف شيء وما عاد قدر ينام، فقرر ينتقم لأنه انخفوا أخوه وقلعوا أهله من الضيعة. وفي عنا هاي الرسالة، هاي ممكن تكون على لسان صالح أو الضحية، وهي رسالة مفترضة لأنه موجهة للضحايا، ولما كتبها كان رضيان بموته، يعني ممكن يكون متورط معهم بشي وندم عليه فقرروا أن يقتلوا. إذا عامر هو مجرمنا اللي عم ندور عليه، فهو كان كتير صغير وقت اختفى أخوه. في شي اكتشفه أو كان بيعرفه خباه كل هالسنين. طيب ليش لا يقتل عبود وهو رفيق صالح؟ لأنه ببساطة خانه وتسبب بموته. مو بس عبود كان رفيقه، فضل كمان حسب كلام أبو محمد. نحن إذا عرفنا شو اللي بيجمع صالح مع الضحايا، بنكون حلينا نص القضية.